اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا الممتع مع الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته لاداره شؤون اتحاد الكره الطائره. دكتور، يمكن ذكرتك في الاهلي لا تنتهي، خاصه طبعا حضرتك شقيق الكابتن حسن حمدي، الاسطوره الكبيره طبعا في النادي الاهلي. يعني قول لي ذكرتك عن فريق الكره، يعني البطولات اللي حضرتك رحت شاركت معاهم، حضرت بطولات، المباريات اللي حضرتها في المدرجات كمشجع للنادي الاهلي، يعني قول لي ذكريات. هي الحقيقه احنا ايام الجامعه ما كناش بنسيب اي ماتش من ماتشات الاهلي. ماتشات الاهلي كان زمان، يمكن انت ما حضرتهاش، كانت كل يوم جمعه بس. ماتشات مش الاهلي، ماتشات الدوري كوره يوم كل يوم جمعه بس. وكان لنا مدرج خاص بالاعضاء. الله. كان كارنيهات الاعضاء بندخل خمسه ساق وعشره ساق وحاجات كده يعني. وبقيه المدرجات خلاص الجمهور. وكانت الماتشات بتتعمل في ملعب الاهلي. مختار التتش ده. مختار التتش الملعب ده. على طول كل يوم جمعه، وكنا حتى في الشتاء نتمنى، كان زمان بقى ايامنا كان يعني في شويه مطر، يا رب ما تمطر يوم النهارده. زي النهارده كده. زي ما يعني النهارده كده نقول يا رب ما تمطرش. فالحقيقه يعني انا عشت ذكريات كتيره مع حسن، طبعا حسن حمدي، واغلب الجيل بتاع حسن كلهم اصحابي يعني اصدقاء يعني وناس كويسه قوي. مين اقرب واحد كان لحضرتك وكابتن حسن؟ لا، هو بالنسبه لكابتن حسن يمكن اغلب الناس مثلا ما شاء الله كانت قريبين منه لانه كان كابتن فريق طبعا. لكن انا بالنسبه لي كان الاعداد مثلا زيزو، الخطيب، شطه، فتحي مبروك، دول يعني اقرب ناس. دول اقرب الناس. حتى ما نفتكر وكان ماتشات الاهلي مثلا كنا مخلص الماتش، وكان سياده السفير احمد قطان، كنا نخلص الماتش وعلى أندرية نتعشى كلنا بعد الماتش، يكونوا كسبانين وكده وبتاع، فكانت بتبقى اعداد جميله جدا طبعًا. جدا لا الماضي ده مختلف. جميل. معلش يعني جميل.